خطر في هذا ما وصلنا إليه اليوم وعنده أسباب. أولا سي بن علي ركبات له في مخه واحد العملية ديال حميد صباط غادي يديلو المنصب ديال الأمين العام. أنا السؤال اللي تنطرح وتنطرحه للجميع ماشي غير المنخرطين ديال جبهة القوى، الشعب المغربي كيفاش واحد الأمين العام 9 سنين هو أمين عام، غادي يجي واحد الشخص 5 شهور وسيستولي على الحزب ويأخذ القيادة للحزب؟ ما فهمتش. إذن هذا بين وتبرهن على أن بقاء هذا الأمين العام اللي هو سيبن على رأس هذا الحزب، هذا الحزب عمره ما تكون منه الكينة، هذا يبقى كما هو صغير بسيط، والأمين العام تتصرف في واحد الفيرما ديالو تمشيها صافي، ماشي حزب سياسي اللي القانون ديال الأحزاب تنص على الأحزاب السياسية التي تؤطر الشعب المغربي. ما كانش ابدا ابدا. علاش نعطيك حتى الحيثيات؟ اولا التنظيمات ما كايناش على المستوى الوطني، هذه الاولى، اذا خصك من الصباح تبدا في التنظيمات. ثانيا احكام القضائيه اللي هي على الحزب بين قوسين الامين العام سي بن علي كثيره ومتنوعه، يعني الناس اللي طردوا من القيادات التاريخيه ديال الحزب، وكاين احكام قضائيه بالعوده ديالهم معززين مكرمين من قياده الحزب. شوف وين نكمل معاك، الصحافيين ديال المنعطف اللي المحكمه حكمت لهم تقريبا 289 مليون تعويضات، المقر المركزي ديال الحزب اللي تم افراغ ديالو، الحكم بالافراغ وحكم قطعي وفي الاستئناف، واللي فيه تقريبا واحد 85 مليون اللي خصها تتأدى، فسخ العقد والإفراغ. إذا هاد المشاكل كلها كاينة، كون كان غير كاين تنظيم وكاين كي غتحل هاد المشاكل يمكن بنادم يقول ألا تبارك، ولكن أنا طموحي كان هو أن نكون منخرط عادي في أي حزب غادي نخدم.